إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فتوقفنا في مقدمة التفسير عند ذكر التفاسير، قال وذكر أن تفسير ابن عطية، يعني ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن تفسير ابن عطية وأمثاله وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين، وإنما يعني طائفة من أهل الكلام، يعني الأشاعرة الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة. تفسير ابن عطية تفسير عظيم له قيمته العلمية في التفسير، ويرجح بين الأقوال ويهتم باللغة، لكنه كما ذكر ابن تيمية أنه يقرر العقيدة التي يعتقدها وهي العقيدة الأشعرية، فينتبه من هذا في تفسير ابن عطية. ولهذا تأمل كيف أن أذكر أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط اعتمد على تفسيرين، تفسير الزمخشري وتفسير ابن عطية، قال هما غاية في التحقيق، ثم زاد يعني عليهما وناقشهما في بعض القضايا. قال وذكر، يعني ابن تيمية ذكر الذين أخطأوا في الدليل، مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. أبو عبد الرحمن السلمي كما قال ابن تيمية هو في نفسه رجل من أهل الخير والدين والصلاح والفضل، لكن المشكلة في تفسيره أنه غلا في التفسير الإشاري حتى جاء بمعاني لا تدل الآيات عليها، حتى قال الذهبي رحمه الله في تفسيره حقائق التفسير إنه تحريف وقرمطة، يعني مثلا يقول والطور، ما معنى الطور؟ الجبل. قال والطور هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان في أمته كالجبل استقرت به الأمة. صحيح، هذا معنى في ذاته صحيح وطيب وجميل، لكن هل الآية تدل عليه؟ لا من قريب ولا من بعيد. وهكذا كثير من الآيات يفسرها بهذه الطريقة، فأصبح التفسير كأنه ليس بشيء، ما في فائدة إذن. لكن أحياناً باب الإنصاف الإخوة يذكر بعض المعاني التي فيها معنى جميل ويمكن أن يستفاد بها أو يستفاد منها، يعني مثلا ذكر قول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نقل صاحب حقائق التفسير عن أبي عثمان قال مثل قلب المؤمن النقي يخرج نباته بإذن ربه، تظهر على الجوارح أنوار الطاعة والزينة بالإخلاص إلى آخر كلامه. فهذا الإخوة ما يسمى بالتفسير الإشاري، تفسير الإشاري هذا كثر عند الوعاظ والمتصوفة. وذكر ابن القيم له ضوابط تفسير الإشاري يمكن أن يقبل لكن بضوابط، منها أهم هذه الضوابط أن لا يناقض معنى الآية، ما يناقض معنى الآية، وأن يكون معنى صحيحا في نفسه، والثالث أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم، ما تذهب بعيدا عن الآية، أنت تفسر هذه الآية. فالتفسير الإشاري أقرب ما يكون إلى القياس على معنى الآية والتفكر في لوازم الآية، فهذا يسمى تفسير إشاري لأن مأخوذ من إشارة الآية ليس من صراحتها. يعني مثلا ابن عباس رضي الله عنهما
تأمل كيف استنبط من قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ماذا في تفسيرها؟ نعم، قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف علم هذا ابن عباس؟ انظر ترجمان القرآن، أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت، دخل الناس دين الله أفواجا، لذلك ما قال فاشكر الله واحمده، قال فسبح بحمد ربك واستغفره. التسبيح والاستغفار يكون في ختام الأعمال، الكفارة المجلس وغيرها. فاستنبط ابن عباس من هذا أن هذا في إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله يقول له إذن بعد أن تمت وظيفتك فتهيأ للقائنا بالتسبيح والاستغفار. هذا تفسير مأخوذ من إشارة الآية ولازمها. يعني مثلا مما يذكرون في هذا الباب، مثلا في آية قصة طالوت، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني هذا يعفى عنه. طيب ممكن تشرح هذه الآية للناس، أمر واضح، لكن أصحاب التفسير الإشارة يقولون ماذا؟ هذا يشبه أحوال الناس مع الدنيا، فإن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، وهكذا الذي يقبل على الدنيا فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، هذه الدرجة العليا، الذي يعرض عن يعني المحرمات والمكروهات حتى عن التوغل في المباحات، فهذا في الدرجة الأولى. إلا من اغترف غرفة بيده، يعني الذي أخذ من المباحات وممكن توسع فيها لكن ما وقع في المحرمات، فهذا أيضا معفو عنه. تأمل المعنى، هذا صحيح ولا يناقض معنى الآية، وبينه وبين الآية ارتباط بالنظر إلى أن مقصود هذا الامتحان وهذا الابتلاء هو صبر الناس عن شهواتهم، فكذلك حال الناس مع الدنيا وصبرهم على الدنيا. فمثل هذه التفاسير لا بأس بذكرها من باب الإشارة. نعم، والله أعلم. ويدل على هذا يعني حتى يعني هذا جاء عن السلف الإخوة في قول الله تعالى مثلا لا يمسه إلا المطهرون، هذا واضح، لا يمسه إلا المطهرون، ماذا؟ الملائكة. قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني في اللوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون، ملائكة، كما جاء هذا عن السلف والصحابة. لكن من إشارة الآية، طيب إذا كان الله تعالى يصف من يمس القرآن في اللوح المحفوظ بالمطهرون الملائكة، قالوا إذن كذلك القرآن الموجود في الأرض لا يمسه إلا طاهر كما جاء في الحديث. هذا من لوازم الآية، وأيضا من إشارتها ولازمها قال بعض العلماء وكذلك لا يمس معاني القرآن إلا القلوب الطاهرة، فكلما طهر الإنسان قلبه فتح الله له من معاني القرآن، وهذا معنى أيضا جميل، ويمكن أن يؤخذ من يعني قياس هذا المعنى على المعنى الأول. نعم، قال وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، يعني إذا كان المعنى باطل والآية التي استدل بها أيضا طبعا لا تدل على هذا المعنى، فالخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. نعم، وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك. لا يمكن أن يكون السلف أخطأوا في قول في التفسير، يعني أجمعوا على قول ثم يأتي واحد يقول لا الصحابة ما كانوا يعرفون معنى هذه الآية ونحن نعرفها، هذا مستحيل، ما يمكن أن يقع في كتاب الله. لكن يمكن أن يقال مثلا هذا المعنى يدخل في عموم الآية، عرفناه الآن اكتشافات علمية ندخلها في عموم اللفظ، لا مانع
ما نجهل السلف ونطعن فيهم أبدا، لكن الذي يعدل عن تفسيرهم هذا لا شك أنه مخطئ. قال: بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفور له خطأه. وهذا من إنصاف ابن تيمية رحمه الله تعالى. المبتدع إذا كان سليم القصد لكن اجتهد مسكين وأخطأ، فهذا مغفور له خطأه. ولهذا الإخوة كثير من هؤلاء المفسرين الذي يظن فيهم أنهم كثير منهم ربما أراد الخير لكنه أخطأ، تربى على عقيدة فاسدة وظن أنها هي الحق ونافح عنها ودافع عنها، وإذا بيفسر القرآن بها لكنه أخطأ، فهذا ما تدري أمره عند الله ماذا يكون، ربما يكون أفضل منا وأعلى منا عند الله ولو كان على بدعة. فالأمر الإخوة عند الله تعالى يختلف عن ما يعني يظنه الناس، فالله تعالى رحمته وسعت كل شيء جل جلاله سبحانه. قال: فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. يعني مع هذا يعني ما يعني هذا أن نسكت عن هذا التفسير الذي فيه بدعة أو كذا، نبين الخطأ من الصواب، هذا دين الله تعالى. قال: سبب الاختلاف، هذا كله من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: منه ما مستنده النقل أو الاستدلال، يعني التفسير إما أن يكون بالمأثور بالمنقول أو بالاستدلال الرأي. والمنقول إما عن المعصوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يعني عن الصحابة والتابعين. فالمقصود يعني هو في كلام ابن تيمية ذكر هنا الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح. كما تعرفون في المصطلح تدرسون هذا الحديث، إذا جاء من طرق يقوي بعضها بعضا بضوابط معروفة، وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها فهي صحيحة، هكذا يقصد يعني هي صحيحة إذا تعددت طرقها. ولماذا يتكلم هنا عن هذا؟ لأن الإخوة هذا يكثر في كتب التفسير، يكثر في كتب التفسير المراسيل، يعني التابعون يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكرون مثلا واقعة حصلت في عهد النبوة يفسرون بها الآية أو سبب نزول، فإذا تعددت هذه المراسيل تكون حجة وتقبل، لأن هذا يدل على أنهم تلقوا هذا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم، يعني خبر الواحد نعم يفيد غالب الظن، لكن إذا احتفت به القرائن من تلقي الأمة بالقبول مثلا، هذه بعض القرائن، يوجب العلم اليقيني. إذن سبب الاختلاف يدخل إما عن طريق النقل أو عن طريق الاستدلال. عن طريق النقل يعني الإخوة بسبب الموضوعات الأحاديث المكذوبة، هذا موجود في بعض كتب التفسير، بسبب الإسرائيليات المنكرة فتفسر الآية على غير يعني المعنى الصحيح، بسبب بعض الأحاديث الضعيفة أو الآثار الضعيفة، هذا موجود. فهذا سبب الخطأ في النقل. وأما في الاستدلال فيكون يعني عدم السير على قواعد التفسير المعروفة أو قواعد اللغة المعروفة وعدم النظر في آثار الصحابة، فهذا يعني من يدخل من خلاله الخطأ. قال: والمعتبر في قبول الخبر إجماع أهل الحديث، وله أدلة يعرف بها أنه صدق. هذا يدرس في علم المصطلح الحديث الصحيح، شروطه كذا 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 كما تعرفون، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب. نعم الحديث الموضوعة المكذوبة يعني في السند أو أحيانا المتن يكون منكرا، نعم، كما في تفسير الثعلبي، لأن الثعلبي يعني كما وصفه ابن تيمية قال هو حاطب ليل رحمه الله، ينقل يعني ما وجد من كتب التفسير. والواحدي قال ابن تيمية صاحبه الواحدي أبصر منه بالعربية،
تفسير له قيمة علمية عظيمة، معروف التفسير فيه البسيط وفيه الوجيز وفيه الوسيط، كلها للواحد، لكن يعني دخل الخلل عليهما من الآثار والحديث الضعيفة. قال: والزمخشري وأمثالها وهو قليل في تفاسير السلف. نعم، وهو قليل في تفاسير السلف، يعني الكذب والأحاديث الموضوع، هذا قليل في تفاسير السلف. وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. في الحقيقة هذه الجملة قال ابن تيمية في نقل الصحابة والتابعين للإسرائيليات، فإذا نقل الصحابة بعض الإسرائيليات فالنفس إليه أسكن، لأنه يحتمل أن يكون قد سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون قد يحتمل أن يكون أخذ من بني إسرائيل، وقد يكون يحتمل أن يأخذ من الصحابة. والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد. ثم قسمها، قال: ما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح. فهذا القسم الأول، ما تعلم صحته، يعني كما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عن بني إسرائيل، فهذا تعلم صحته ويستدل به. يعني مثلا قصة موسى والخضر في القرآن جاءت مفصلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، حديث طويل يذكر القصة وفيها زيادات تفيدك في تفسير هذه القصة. والقسم الثاني، ما يعلم كذبه، يعلم أنه كذب، فهذا طبعا باطل، مثل ما جاء في آثار عن هاروت وماروت أن امرأة فتنتهما ثم يعني تحول إلى كوكب الزهرة إلى غير ذلك، يعني أباطيل وروايات إسرائيلية منكرة. وهناك قسم مسكوت عن هذا الذي ذكره للاستشهاد، يذكر للاستشهاد لا للاعتماد. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني إذا كان غير مستنكر، المعنى غير مستنكر. فلهذا تجد بعض الآثار عن الصحابة والتابعين فيها ذكر يعني بعض ما جاء عن بني إسرائيل، وهذا قد يعني هو ما يرجع، ابن تيمية يقول: لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، لكن قد يستفاد منه يعني أحياناً في زيادة في المعنى. مثلاً يعني مثلاً قصة البقرة في سورة البقرة، إذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم آخرها قال: وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها. طيب إيش اللي حصل؟ من اللي قتل؟ فالصحابة والتابعون يذكرون القصة المشهورة في هذه السورة مثلاً، فهذا ممكن تستفيد منه وإن كانت آثار إسرائيلية، لكن ليس فيها شيء مستنكر. نعم. قال: وما خالفه فيعتقد كذبه. نعم، كما ذكرنا هذا القسم الثاني، وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يصدق ولا يكذب، وغالبه لا فائدة فيه. كما عرفنا قد يكون في زيادة معنى توضيح قصة، لكن لا فائدة فيه يعني في أمر ديني. قال: والخطأ الواقع في الاستدلال، هذا السبب الثاني للخطأ من جهة الاستدلال، من جهتين حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم. السبب الأول ماذا؟ الجهة الأولى، اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها. هذه مشكلة الإخوة، الإنسان يعتقد أولاً ثم يريد أن يستدل بهذه الآية على عقيدته حتى لو كانت بعيدة، هذه مشكلة، هذا يدل على سوء قصد في قلب الإنسان، بل على المفسر أن يجرد قلبه لله. وهذا قد يكون في العقيدة، قد يكون حتى في مسائل النحو والإعراب، قد يكون حتى في العلوم المعاصرة، يريد أن يلوي عنق هذه الآية حتى توافق الحقيقة التي مثلا يظن أنها مكتشفة. فيعني مثل هذا لا ينبغي، بل ما يتكلف في هذا. أو فسروه بمجرد ما يسوغ، هذه الجهة الثانية، أو فسروه بمجرد ما يسوغ، يعني ما يسوغ في اللغة أن يريدوه، مما لا يدل على المراد من كلام الله بحال. فيعني يفسرون الألفاظ بما يسوغ تفسيره مما يريدونه،
لكن لا يدل على مراد الله. والخطأ هنا دخل أنه نظر إلى اللغة العربية فقط دون أن ينظر إلى المتكلم بالقرآن والصحابة الذين أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع الخطأ هنا. يعني كما عرفنا وسع كرسي السماوات والأرض، جاءت بعض الآثار قال علمه، وهذا انتصر له بعض العلماء أن الكرسي هو العلم، لكن تجد أن الآثار أولا ضعيفة. ولذلك يعني قلنا هنا الخطأ الذي يدخل عن طريق النقل ضعف الآثار، فلا بد أن نميز صحيح من الضعيف. ثم كذلك يعني هؤلاء فسروا بمجرد يعني ما يسوق، ممكن يعني يكون هذا كناية أو كذا، لكن لما تنظر إلى تفسير الصحابة وما اعتمده العلماء فهذا هو المعتمد. قال: وتبعهم كثير من المتفقهة لضعف آثار النبوة والعجز والتفريط حتى كانوا يروون ما لا يعلمون صحته. لا شك أن هذا فيه تقصير، يعني تجد كتب مليئة بأحاديث ضعيفة، فهذا قد يكون فيه تفريط. وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، قد يكون للغلط في فهم النص، قد يكون لاعتقاد معارض راجح. هذه كلها أسباب اختلاف في التفسير أو حتى في الأحكام الشرعية، خفاء الدليل، الغلط في فهم النص، هذا وارد يعني في المسائل العلمية، وهذه طبيعة الإنسان الإخوة، يعني الاختلاف لا بد منه، لكن نتأدب بآداب، يرحمك الله، نتأدب بآداب الاختلاف يعني مع العلماء، وما نطعن في النيات. وإذا رأينا أنه يعني هذا الذي وصل إليه علمه فيعني قد يعذر هذا، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال: التفسير، التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه، لأن كلمة تفسير في اللغة تدل على إيضاح الشيء، فالتفسير وكشف معاني القرآن وبيان المراد منه. قيل بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزة، وهذا سيأتي يعني في البحث عن غريب القرآن، ألفاظ القرآن وكشف معانيها. طبعا هنا يذكر في هذا الباب الإخوة ما لا بد للمفسر منه، يعني المفسر كيف يفسر، ماذا ينظر، يعني إلى ماذا ينظر في القرآن؟ المعاني العامة لا بد، يعني ما يليق الإخوة بحافظ للقرآن أو إنسان يقرأ القرآن كثيرا أن ما يقرأ تفسيرا للمعاني المجملة للقرآن، مثل تفاسير مختصرة، على الأقل تقرأ تفسير تفسيرين لهذه يكون عندك إحاطة بمعاني الآيات على سبيل الإجمال، كذا سمعت آية تعرف معناها. ثم الألفاظ الوجيزة، هذا سيأتي معنا التنبيه عليه الغريب. ثم كشف معانيها، وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض، هذا إذا تعمقت في التفسير خلاف العلماء في قواعد الترجيح، وأجمعوا على أن التفسير من فروض الكفايات، وهو أجل العلوم الشرعية وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان. الله أكبر، لأنه كلام الله جل وعلا. فالذي يهتم بالتفسير الإخوة ينفتح له باب عظيم من أبواب الإيمان، وتنفتح أبواب عظيمة من أبواب الإيمان والخير. فالقرآن هو أصل العلوم، أصل الشريعة، أصل الدين. ثم كذلك الإخوة أصل هذا العلم كما عرفنا خشية الله ومحبته، ولا يمكن أن يصل المؤمن إلى أعلى مراتب الخشية والإيمان إلا إذا قويت صلته بالقرآن. كيف تقوى صلتك بالقرآن؟ من الطرق تدبر القرآن وتفسيره. ولهذا تأمل أبو عبد الرحمن السلمي يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، كعبد الله بن مسعود وابن مسعود وأبي بن كعب، قال أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تأخذ آيات، تقرأ تفسيرها، معانيها، تقوم بها في صلاتك، تكررها، وهكذا تعيش مع القرآن دائما، وتراجع وتتعاهد القرآن.
قال والمعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف، وأكثر من تكلم فيها النحاة. غريب القرآن يعني الألفاظ الغريبة في القرآن، ما معنى دهاقة ممتلئة، ما معنى كذا كذا، هذه معروفة في كتب يعني مفردات القرآن. وهذه الإخوة في الحقيقة من أنفع الطرق أنك ترجع إلى معنى الكلمة في اللغة، أصل معناها واشتقاقها، موضوع الاشتقاق في اللغة، حتى تعرف حقيقة معنى الكلمة. ثم إذا أردت التوسع أيضاً ممكن تقلب حروفها وتنظر في المناسبة بين هذه الكلمات المقلبة في حروفها. يعني مثلاً أعطيكم مثال، دائماً أذكر هذا المثال، كلمة حنيفاً وما أنا من المشركين، حنيفاً ما معنى حنيفاً؟ مائلاً من الشرك إلى التوحيد، مائلاً. طب ليش ما قال مائلاً؟ ليش ما قال زائغاً منحرفاً؟ قال حنيفاً. هذا يحتاج إلى تعمق في اللغة. فالذي يبحث في الغريب ممكن يفسر، يعرف معاني الكلمات بسهولة تقرأها من كتب يعني الغريب، لكن لما ترجع مثلاً لمعجم مقاييس اللغة لابن فارس تنظر حنيفاً إيش معناها، مائلاً. طيب تريد أن تعرف المعنى بصورة أدق وأعمق، تقاليب الحروف هذا اعتنى به الفراهيدي صاحب أقدم معجم كتاب العين، مثلاً حنف الميل. طيب حنف، قلب الحروف، حنف رجل لا نحف، نحف نحيف، نحيف يعني إيش؟ ضعيف. طيب فيها خفة. طيب نفحة من طيب، أو نفحة، ولما مستهم نفحة من عذاب ربك، نفحة يعني إيش؟ شيء قليل خفيف أيضا. طيب نفحة ونفحة عرفناها، وإيش لخبطنا، ونحفة وحفنة، حفنة من تراب، حفنة أيضا مقدار الكف أيضا قليل. طيب حنفة إذن، قالوا في تفسيرها يعني الميل بلطف وخفة، سبحان الله، لأن الكلمات كلها تدور على معنى إيش؟ الخفة والضعف. قالوا الميل بخفة ولطف يقال عنه الحنف، وذلك الأحنف هو الذي في إيش ساقيه ماذا؟ انحناء إيش؟ يسير، ليس كثيرا، سمى أحنف. وهذا معنى جميل الآن في الآية لما تقول حنيفا، يعني الذي يميل عما سوى الله إلى الله يكون ميله بلطف بدون تكلف، لأن ميله إلى الله موافق للفطرة. فانظر كيف أخذت هذا المعنى البديع بالنظر إلى إيش؟ الغوص في اللغة. وهكذا قس على هذا كل مع الكلمات الغريبة في القرآن، هذا يحتاج عمر طويل، سنوات طويلة فقط حتى تبحث هذا العلم من علوم القرآن. الله أكبر. وهكذا يعني اهدنا الصراط المستقيم، الصراط هي في قراءة الصراط بالسين، سرط، سرطت اللقمة يعني ماذا؟ ابتلعتها. السرط هو نزول اللقمة في البلعوم بسهولة بانزلاق. فقالوا والله شبه الطريق المستقيم طريق الإسلام بالصراط، كأنه يبلع من يقف فيه، كأن الذي يقف فيه يعني يسير فيه سريعا ينزلق مباشرة لحسن الإسلام وجماله وسهولته. فانظر كيف استنبطت معنى يسر الإسلام ومحاسنه وجماله من اشتقاق كلمة الصراط. وهكذا قال لا بد له من معرفة الحروف، وأكثر من تكلم فيها النحاة، خاصة ابن هشام في مغني اللبيب، هذا كتاب كنز، حتى يقال أن ابن هشام لما قيل له لماذا ما تفسر القرآن قال ألف تفسير القرآن، مغني اللبيب، الذي يعرف معاني الحروف هذا ينفتح له باب كبير في القرآن الكريم. يعني مثلا الله يقول ولأصلب عن فرعون ولأصلبنكم، ما قال على جذوع النخل، وصلتهم على جذوع النخل، قال في جذوع النخل. هل هو فتح النخل ووضعهم داخل النخل؟ لا، لكن
لما يقول في تدل على ماذا؟ يعني شدة تكشف لك عن غيظ فرعون وحقده في قلبه. شوف كيف حرف في جذوع النخل. وهكذا الذين هم عن صلاتهم ساهون. والحمد لله الذي قال عن ولم يقل في، لو قال فيها لكنا، لكن قال عن، يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها ولا يبالون بها. وهكذا يعني ما يزاد حرف ولا ينقص إلا لحكمة. طيب، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. طيب لما ذكر الماء، فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء، ما قال لجعلناه، قال جعلناه أجاجا. شوف ما يذكر حرف يحذف حرف إلا لحكمة بلاغة. ليش؟ لأن الإنسان يظن أنه قادر على حفظ البساتين والأشجار بقدرته ويبني حولها حائطا فالله تعالى يؤكد هنا، لأن قدرة الله أعظم من قدرة الإنسان. هنا الآن الإنسان يتوهم أنه ما حد يستطيع أن يهلك جنته، فالله يقول لو نشاء لجعلناه حطاما، لجعلناه، سياق يحتاج إلى توكيد. لكن الماء وتحويله إلى أجاج هذا معلوم، والإنسان يستسلم، ما يعني يتجرأ على أن مثلا يظن أنه يمنع من هذا. فقال لو نشاء جعلناه أجاجا، لأن الأمر ما توهم الإنسان، سبحان الله. قال والأسماء والأفعال، وأكثر من تكلم فيها اللغويون، دلالة الاسم ودلالة الفعل، يعني هذا مبحث جميل. الاسم يقولون يدل على الاستقرار والثبوت، الفعل يدل على إيش؟ تجدد. إذا قلت محمد حافظ للقرآن يعني إيش؟ أما إذا قلت يحفظ محمد القرآن، يحفظ يعني ما أدري أكمل ما أكمل، هو مستمر في الحفظ، لكن قلت محمد حافظ بالاسم خلاص انتهى حافظ. ذلك تأمل في قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم بالاسم وهم يستغفرون. شوف كيف في الأولى قال وما كان الله ليعذبهم بالفعل وأنت فيهم، لأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم ليس دائما، هاجر عنه، فهذا يتجدد غير مستقر، نفي العذاب عنهم. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم نعم، لكن إذا هاجر مات جاءهم العذاب. لكن قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، الاستغفار خلاص، إنسان تاب إلى الله واستغفر خلاص رفع عنه العذاب في كل وقت. شوف كيف دقة القرآن، حتى ما قال وهم مستغفرون، عبر بالفعل. لماذا؟ يعني استمرار الاستغفار وضعف الإنسان يستغفر أحيانا ويترك أحيانا، لكن الله يتجاوز. قالوا منه معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه. نعم، يعني الضمير وضع للاختصار في اللغة، بلاغة في اللغة العربية. يعني لما تقرأت الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره، أعد الله، بدل ما تقول أعد الله للمسلمين والمسلمات تعيد الآية مرة ثانية، قال أعد الله لهم. فهذه فائدة الضمير اختصار، ولا بد أن تعرف الضمير يرجع إلى ماذا، كما يقولون أقرب مذكور، أحيانا السياق يعين هذا. نعم، قال والتذكير والتأنيث، مثل ماذا؟ الممتحنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، ثم قال قد كان لكم فيهم أسوة حسنة. طيب ليش؟ في الأولى قال قد كانت، هناك لقد كان، قال لك الرجل أقوى من المرأة، إذن التذكير إيش؟ أقوى من التأنيث. فلما كانت الآية الأولى يعني آية في بداية ذكر الأسوة الحسنة، قال قد كانت لكم بدون توكيد، قد بدون لام، قد كانت. لكن لما أراد في الآية الثانية أن يؤكد الحقيقة الأولى، تأمل، قال لقد، أضاف اللام ثم عبر بماذا؟
بالمذكر لأن أقوى، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. شوف كيف دقة القرآن. وهكذا يخرج نسقيكم مما في بطونه، وفي إيش المؤمنون بطونها، أيضا يناسب السياق. والتعريف والتنكير كذلك، مثل إيش ما يحضرني مثال الآن. المهم التنكير يدل على التعظيم، فإن مع العسر يسرى مثلا، قال فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فالتعريف يدل على عسر معهود معين العسر. وأيضا هنا يدل على جنس العسر، فإن مع العسر، نعم مع العسر يسرى، تنكير يدل على تعظيم. نعم. والخطاب بالاسم والفعل، نعم كما مر معنا يعني. وأولى ما يرجع في غريبه إلى تفسير ابن عباس، نعم، وهذا يعتمده يعني من يفسر في الغريب، تجد سبحان الله الكلمات ربما تكون أصلا من كلام الصحابة رضي الله عنهم. قال وغيره ودواوين العرب، نعم، ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة، وما وجه مناسبتها لما قبلها، وكذا السور كما عرفنا في تناسب السور، هذا ذكرته في درس العصر، تناسب بين سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران، وكذلك تناسب الآيات الإخوة، يعني باب عظيم من أبواب يعني لطائف القرآن. حتى قال الرازي اعتنى بهذا في تفسيره، كذلك البقاعي في نظم الدرر، حتى قال الرازي أكثر لطائف القرآن مودعة في ترتيب الآيات. يعني مثلا مر معنا قريبا الآن في الدرس المسجد سورة يونس، دعواهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ثم قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. إيش المناسبة؟ نقلة عجيبة من ذكر العذاب والنعيم، ثم يقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فكر فيها. الرازي يقول يغلب على ظني أن هذه الآية ترجع إلى الآية الأولى، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، قال لأن السورة مقصودها رد مطاعن ومعارضات منكرين نبوة، فأول ما بدأ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، وبدأ يعقب على هذا، ثم الشبهة الثانية أو المعارضة الثانية عند هؤلاء أنهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرهم بالوعيد والوعد ماذا يقولون؟ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني يستعجلون بالشر. فقال الله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، لأنهم دائما يقولون، هذه معارضة مشهورة عندهم، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يستعجلون بالعذاب بالشر. تأمل كيف جاءت السورة، تقرأ لننظر كيف تعملون، انتهى المقطع. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. شوف معارضة ثانية كلها تتعلق بالرسالة، سبحان الله، ترتيب متناسق وعجيب. الصحابة كانوا يفقهون هذه المعاني، يتلذذون بالقرآن، لذلك ما يطيق الواحد يقطع السورة، تقطع جسده وما يقطع السورة، كما في قصة الأنصار الذي كان يحرس. عثمان رضي الله عنه يقوم بالقرآن كل من أوله إلى آخره في ليلة واحدة في ركعة واحدة، بالله عليكم كيف يكون هذا؟ نعم، لأنه يتلذذ بالقرآن، يفقه هذه المعاني في القرآن، نسأل الله تعالى أن يعلمنا. قال وعن القراءة المتواترة، أيضا هذا مما يحتاجه المفسر. شوف القراءات، القراءة المتواترة المشهورة والآحاد وكذا الشاذة. المتواترة الإخوة يقولون يعني تجمع ثلاثة شروط، يعني ما تواترت تكون متواترة، ثم نقلت بالتواتر وتوافق الرسم العثماني، المصحف العثماني، وكذلك توافق اللغة العربية، هذه ثلاث شروط معتمدة.
أما إذا طبعا القراءات العشر كلها متواترة، القراءات العشر كلها متواترة. نعم هناك قراءات الإخوة غير المتواترة تكون شاذة، سواء كانت آحاد ولا مشهورة، ما دام أنها غير متواترة فهي شاذة. مثلا سأريكم دار الفاسقين في قراءة سأورثكم، وتوافق الرسم سأورثكم دار الفاسقين ومعناها ممكن، لكن ما نقلت بالتواتر، هذه ليست قرآنا، قراءة شاذة ما يقرأ بها. وكذا الشاذة، وممكن يستفاد بالشاذة في تفسير القرآن، فإنها تفسر المشهورة تبين معانيها، يعني مثل قراءة عائشة وكثير من الصحابة، مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، هكذا كانت تقرأ صلاة العصر، يكون هذا من باب إيش؟ التفسير. وهكذا يعني في القراءات الشاذة يعني تكون من باب التفسير، وإن كان لا تجوز القراءة بالشاذة إجماعا، ما يجوز القراءة طبعا إلا بالمتواترة وهي القراءات العشر المشهورة. ثم قال تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال، يعني تكون ماذا؟ طاهرا مستقبلا القبلة في حالة حسنة، في قال على أكمل الأحوال، والإكثار منها وهو أفضل من سائر الذكر. نعم إخوة تلاوة القرآن قربة عظيمة، بل تأمل كيف جعلها الله تعالى من مقاصد الرسالة، قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، قال ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة. تأمل ما اكتفى قال يزكيهم وعلم كتاب الحكمة، مع أن التلاوة إنما يقرأ القارئ حتى يعني يزكي نفسه ويتعلم، لكن تأمل كيف خصها بالذكر، يتلو عليهم آياته. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فتلاوة القرآن ما يخفى عليكم يعني فضلها، كل حرف بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء، بل تخيلوا أنت تتلو القرآن من يسمعك؟ الله جل جلاله يسمعك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. تأمل كيف خص تلاوة القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، يعني ما استمع الله لشيء مثل ما يستمع لنبي يتغنى بالقرآن، وهذا ليس خاصا طبعا بالأنبياء، فالأمر عظيم الإخوة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف وأشد تأثيرا في القلب، وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها وتلطيف النطق بها. الترتيب أفضل من الترتيل أفضل من السرعة، لأن الله يقول ورتل القرآن ترتيلا بمراعاة أحكام التجويد، هذا أفضل من السرعة. وإن كان بعض السلف كان يستحب الحذر يعني السرعة، لأنه أكثر قراءة، يكون أكثر قراءة من الذي يرتل، وهذا الله أعلم يرجع إلى الخشوع، يعني يرجع إلى خشوع القارئ، لأن بعض العلماء يعني من عظم يعني إقبال على القرآن وتكرار للقرآن وفهم لمعان القرآن أصبح عنده القرآن سلس. الشافعي رحمه الله ثبت عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، 60 ختمة. طيب قال مع تبيين الحروف، قال وأشد تأثيرا في القلب، ولهذا قال الله تعالى في صلاة الليل إيش؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني تواطئ القلب، لأن بترتيل وسكون وأقوى مقيلا. وينبغي إعطاء الحروف حقها، تعلم مخارج الحروف صفات الحروف حتى تعطي كل حرف حقه، تقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن مسلسل يعني يؤخذ بالمشافهة،
ممكن تعتمد على نفسك في حفظ القرآن وتلاوته أبدا، لابد أن يؤخذ من أفواه القراء الذين أخذوا القرآن عمن فوقهم إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى الله جل وعلا، سلسلة متصلة إلى رب العزة جل وعلا، فتعطي كل حرف حقه وترتيبه وتلطيف النطق به، يعني بدون، قال من غير إسراف ولا تعسف ولا تكلف، ويسن تحسين الصوت والترنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، المقصود يعني تحسين الصوت بدون أن تخالف أحكام التجويد، يعني بعض الناس إذا حسن صوته يأتي يمد في غير موضع المد، هذا يعني غير صحيح. قال بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم، روي في الحديث وإن كان الأقرب أنه من كلام السلف أن يعني أحسن الناس قراءة بالقرآن من إذا سمعته حسبت أنه يخشى الله، وذلك السلف كانوا يستحبون قراءة القرآن بالتحزن بدون تكلف. قال ينفذ اللفظ إلى الأسماع والمعاني إلى القلوب. قال الشيخ في زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، قال هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب. قال لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس من الوسوسة في خروج الحروف وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وشغله بالوصل والفصل والإضجاع والإرجاع والتطريب وغير ذلك مما هو مفض إلى تغيير كتاب الله والتلاعب به، حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه، ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته. الإخوة، المذموم هو التكلف والتنطع، والمذموم الانشغال بمجرد إقامة اللسان دون فهم المعاني، يعني ما يليق إنسان يقرأ القرآن تعلم تجويد القرآن بل يتعلم قراءات ثم إذا هو يجهل كثير معاني القرآن ربما حتى العقيدة ما يفهمها، هذا يعني فيه نقص لا شك. لكن إذا أقبل على هذا الباب اعتنى بعلم القراءات، علم القراءات علم عظيم من أجل العلوم متعلقة بالقرآن، لأنه من تعظيم الله من تعظيم كلام الله. انظر الآن نحن نهتم بجمع روايات الحديث أليس كذلك، نقول حتى يكون اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم أكمل نعرف أنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. طيب هذا القرآن أيضا له روايات له قراءات، هذه القراءات العشر كلها نزلت من عند الله، كلها قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها الصحابة، فهي كلها من كلام الله، فالذي يعظم كلام الله يتعلم هذه القراءات. نسأل الله أن يعيننا، وقصرنا كثيرا في هذا. فالأمور التي ذكرها الشيخ هنا في الحقيقة هذه ليست مذمومة مطلقا، يعني يعني صرف الهمة في وقت لتعلم مخارج الحروف ترقيق الحروف تفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير المتوسط، هذا كله مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشغله بالوصل والفصل المد المتصل والمنفصل، هذه كل أحكام تجويد أخذها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حتى دونها العلماء. والإضجاع، الإضجاع يعني إيش يسمونه؟ الإمالة الكبرى، الإمالة الكبرى. إلى هنا الإضجاع تحط خط، يعني ما تقدم كل هذا مطلوب، ليس مذموما كما يوهم الكلام، إذا كان بدون تكلف هذا مطلوب، لأن هذا من علوم القرآن، من يدخل في علم التجويد والقراءات. يعني أنا ما عندي خبرة بالقراءات، لكن يعني ممكن نمثل على الإضجاع، يعني هو الإمالة الكبرى عندنا في حفص كلمة واحدة فيها إمالة وهي إيش؟ بسم الله مجريها مجري ري
يعني الألف راء راء راء، الفتح يكون وسطا في الفم راء، ويكون اللسان مستقيما راء راء. إذا رفعت اللسان يعني رفعا شديدا جدا تحول إلى ياء، ري 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 ري، آسف، ري ري ري، لسان يرتفع إلى يعني قريب من سقف الفم الحنك. الإمالة الكبرى وهو الإضجاع، يعني 50% ألف 50% ياء، مجري ري. هذه في حفص، لكن في عندك حمزة والكسائي كثير عندهم إمالات كبرى. إذا قلت والضحي والليل إذا سجي، كلها إمالة إمالة إمالة. مثلا أنا ما أحفظ الآن الفرش، لكن يعني إمالات كثيرة في الحروف، الألف يعني تكون ممالة. وهناك إمالة صغرى يسمونها في علم القراءات التقليل، أو بين وبين، ها هذه عند ورش، من هنا المغاربة أو يقرأنا الورش، مثل إيش الشيخ إبراهيم؟ ها اقرأ بالتقليل، حاء، أنا ما أضبطها، لكن نعم أيوة أيوة، يعني تكون 70% ألف وثلاثين بالمئة ياء. شوف الآن هذه الدقائق، تقول كيف معقول أنا أقول حاء، أقول حاء حاء، وأقول حاء وأقول حي. نعم كلها مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يبالغ في معرفة هذا، هذا غير متنطع الإخوة، لأن هذا يتعلم كيفية نطق القرآن الكريم. نعم، أما الإرجاع والتطريب وغير ذلك هذا محذور، يعني أن يطرب في صوته بمعنى أنه يخرج عن أحكام التجويد. نعم، كم مع الأذان؟ 3 دقائق. طيب، قال ويكره التلحين الذي يشبه الغناء. نعم، هذا الإخوة ما يصلح في القرآن، لا يجوز. يكره السلف القراءة بالتلحين الذي يشبه الغناء، بمعنى أنه يعني يخرج عن أحكام التجويد. إذا خرج عن أحكام التجويد هذا مذموم. أما إذا كان يلحن في صوته بمعنى أنه يترنم بالقرآن ويتغنى بالقرآن، فهذا مطلوب كما عرفنا مع المحافظة على أحكام التجويد. نعم، المقامات يدخل في التلحين، لكن إذا كان هو يمشي على مقام معين يرى أنه جميل لصوته بدون أن يخرج عن أحكام التجويد فهذا طيب، لكن بدون أن يبالغ في ذلك ويتنطع ويتكلف، لأن ما من إنسان أصلاً يقرأ بصوت معين إلا يكون له مقام معين، لا شك يعني. أما أن يكثر، وبعضهم للأسف يسمع ألحان موسيقية حتى إيش يجعل لحن صوته مثل هذا اللحن، هذا ما يصلح، ما يجوز. تقرأ القرآن بدون تكلف. قال واستحب بعضهم القراءة في المصحف ويستحب الختم كل أسبوع. القراءة في المصحف الإخوة يعني اختلف العلماء أيهما أفضل، تقرأ عن ظهر قلب أو من المصحف. فهناك حديث فيه ضعف وضعيف أن الذي يقرأ من المصحف فضل القراءة في المصحف على القراءة، يعني فضل القراءة نظرا على القراءة يعني بدون مصحف كفضل صلاة الفريضة على النافلة، لكن الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة. وبعض العلماء قال أن القراءة في المصحف عبادة، النظر عبادة، ففيها مزيد عبادة، زيادة في العبادة، ثم أيضا أضبط للحفظ وتذكر الإنسان، من هذه الناحية رجعوها. بعض العلماء قال لا، القراءة بالحفظ ربما تكون يعني أقرب للتدبر ويعني التأمل في المعاني، والأقرب في هذا الإخوة يعني تنظر ما هو الأصلح لقلبك، ما هو الأخشع لقلبك تفعله. لكن من الجميل أن لا يترك المسلم الجمع بين هذا وهذا، فيقرأ أحيانا من القرآن وأحيانا عن ظهر قلب، خاصة إذا قام يصلي يقرأ عن ظهر قلب. ولهذا جاء عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه كان يقرأ كل يوم ربع القرآن نظرا من المصحف في النهار، ثم يقوم به في الليل، يعني يقرأ نص القرآن في اليوم لكن يكرر ربع
في النهار من المصحف وربع يقوم به. شوف كيف همة السلف رحمهم الله. نعم. ويستحب الختم كل أسبوع. قالوا يستحب الختم كل أسبوع لأن هذا الإخوة هو هدي الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث أوس الثقفي عند أبي داود، والحديث يعني الأقرب والله أعلم أنه يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي وفد ثقيف في المدينة كل ليلة يحدثهم، فتأخر ذات ليلة فقالوا يا رسول الله أبطأت علينا الليلة، فقال ماذا؟ إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن أتيكم قبل أن أتمه. فسأل أوس الصحابة كيف كنتم تحزبون القرآن يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا الحديث أول الدورة، كنت أدري أن سيذكر هذا في الكتاب، كيف كنتم تحزبون القرآن؟ فقالوا ثلاث، يعني البقرة وآل عمران والنساء في اليوم الأول، وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاثة عشر والمفصل، هذه سبعة. فكانوا يقرؤون القرآن في كل سبعة أيام ختمة، هذا في الأيام العادية الإخوة ليس في رمضان، في الأيام العادية في الأسبوع ختمة. فحتى جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إني أقرأ سبعي وأنا مضطجعة على فراشي، وهي على فراشها تقرأ. فالإخوة علينا أن ننظر في حالنا، نحاسب أنفسنا. الآن طالب علم تمر عليه شهور ما يختم القرآن، طيب أنت أي علم تطلب؟ أنت ماذا تطلب؟ لابد أن تصحح وجهتك، لا تغتر ببعض العلوم تقول لا أنا أطلب كذا وأطلب كذا واجتهد في علم كذا. نعم، لكن هذا هو أصل العلوم، بهذا ترتفع عند الله. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. هذا ما يكون للحافظ والمصاحب للقرآن والمتدبر والعامل به، أصبح القرآن صاحبه في الدنيا. وإذا ما كنت حافظا كرر القراءة. هناك بعض عوام الناس، أعرف بعض عوام الناس والله يختم القرآن ختمات كثيرة. الوالدة جزاها الله خير دائما أقول ها يومي وين واصلة الآن، تقول لي كذا في الشهر تختم ثلاث ختمات، هذا لازم يعني دائما. أسأل الله أن يطيل في عمرها ويبارك فيها ويخلص نياتها، لكن دائما يقول تقول لا تسألني، تقول لي هكذا لا تسألني يعني خلي هذا لله، أقول لا أريد أعرف. فتقول له هذه الختمة الثانية بديتها يوم كذا، في الغالب عشر أيام أو أقل تختم كل عشر أيام. وأيضا نقول الأحسن من هذا سبع أيام كما هو هدي السلف، هدي الصحابة سبعة أيام يختمون القرآن، هذا يدلك على أنهم يعيشون مع القرآن دائما إخوة، بخلاف الآن حال كثير من طلاب العلم. نسأل الله أن يعفو عنا ونصلح حالنا مع القرآن. هذه فائدة دراسة هذه الكتب الإخوة، أننا نقبل على القرآن، ذكر أنفسنا. والله الإخوة حتى ابن تيمية الذي ألف الكتب العظيمة في خدمة الإسلام في آخر حياته يقول ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير كتاب الله، مع أنه ما ضيع وقته بالفعل، هو هذا رد على البدع يدخل في تفسير القرآن في تدبر القرآن، لكن انظر قالوا قد فتح الله علي في هذه القلعة لما سجن من معاني القرآن ما يتمناه كثير من العلماء، وأقبل على ختم القرآن في آخر حياته، حتى ختم القرآن يقولون 80 ختمة في يعني مدة يسيرة في السجن. سبحان الله، يعني فإخوة علينا أن نقبل على يعني تلاوة القرآن وتدبره والدعاء بعده، يعني كما جاء عن أنس أظن غير من السلف كان يجمع أهله إذا ختم القرآن ويدعو، فالدعاء يعني يرجى قبوله بعد ختم القرآن. قال وتحسين كتابة المصحف ولا يخالف خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. نعم، لأن الرسم العثماني الإخوة
هو في الحقيقة من وجوه إعجاز القرآن الكريم، شيء عجيب. وهذه لا تزال يعني تحير العلماء، الرسم العثماني هذا، سبحان الله. القرآن ما يجوز كتابته على قواعد الإملاء وقل يلا هذا قرآن نقرأه، ما يجوز، يحرم، لابد أن يرسم بالرسم العثماني. الرسم هذا يعني فيه جمع للقراءات التي يحتملها الرسم، مثلا فتبينوا فتثبتوا مثلا. وأحيانا تجد عجائب في هذا الرسم، مثلا أذكر الآن مثلا في سورة الإسراء قول الله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لما ترجع كلمة سبحان في سورة الإسراء في هذه الآية تجدها مرسومة بإيش؟ بألف طويلة ممدودة، الألف مرسومة. كل كلمة سبحان في القرآن كله رسمت بألف خنجرية، يعني حذفت الألف منها ووضعت الألف الصغيرة هذه إلا هذا الموضع. طيب كيف؟ لماذا؟ قال بعض العلماء من لطائف يعني هذه التي تذكر في لطائف الرسم أنه لما طال جدال المشركين وتعنتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو إلى آخر الآيات، لما طال جدالهم ناسب إيش حتى في الرسم إيش؟ أن يمد الألف قل سبحان ربي بألف ممدودة، سبحان الله. طيب قال ولطائف كثيرة حتى الآن في دراسات جامعية كثيرة فقط في لطائف الرسم العثماني. قال ويحرم على المحدث مسه، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول، وهذا مذهب الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية، وهذا هو الراجح أن المحدث سواء كان حدث أصغر أو أكبر لا يجوز له مس القرآن. ذلك الحائض إذا أرادت تقرأ القرآن، يعني على قول بعض العلماء أنها تقرأ القرآن، تقرأ بدون أن تمسه، تقرأ من وراء حائل مثلا أو من حفظها. قال وسفر به لدار حرب، يعني كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى بلاد العدو، لأن قد يأخذه الكفار ويهينون القرآن. لكن إذا عرف المسلم أن الكافر يريد أن يطلع على القرآن حتى يهتدي أو يقرأ ويبحث عن الحق، فلا بأس أن يعطى يعني القرآن المترجم الذي فيه ترجمة، فلا بأس، مصلحة هنا أعظم. قال واجب احترامه، واجب احترام القرآن ب يعني الصور الشرعية والمعروفة أن يكرم ويرفع ويعني لا يهان لا يوضع على الأرض. يعني الإخوة هذه أمور ما يحتاج إلى دليل فيها، يعني مثلا ما يليق أبدا أن تضع القرآن على الأرض، ما يمكن واحد يصلي يضع القرآن أمامه على الأرض ويصلي، تأتي تقول يا فلان ما يليق، يقول لك وين الدليل أنه حرام؟ لا ما يصلح هنا أن تقول وين الدليل، لأن هذا من احترام القرآن، حتى العامي يفقه هذا المعنى. ما يليق يعني المكان الذي تدوس به على قدمك تضع فيه القرآن. فنعم إنسان يعني ما يبالغ في الاحترام بصور ما جاءت يعني في السنة بطريقة يعني غير معهودة، أن مثلا يضع القرآن على عينه وعلى أنفه وعلى رأسه، يعني هذا قد يكون فيه تكلف، لكن يعني احترام القرآن وتعظيمه في الظاهر وكذلك بالإقبال عليه كما عرفنا وتلاوته وتدبره والعمل به. قال وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن يزيدنا حبا للقرآن وإقبالا على القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته من خلقه. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. خير.